صباح الهنا وصباح الجمال وصباح السعاده وصباح التفاؤل وصباح البركه وصباح حسن الظن بالله. اهلا بكم في حلقه جديده من بلد يوكا المعنونه على شبكه قنوات بي ان سي والاخص بي ان سي فود. اهلا بكم في وصفات جديده، بس وصفاتنا واسبوعنا مختلف تماما. كل سنه وانتم طيبين، عيد الاضحى على الابواب، ربنا يجعل ايامكم كلها خير وبركه يا رب، ويعيد عليكم كل الايام بالخير والصحه والسعاده وراحه البال. معنى ان اسبوعنا مختلف، اسبوعنا هيبقى مختلف في كل حاجه. هناخد كل حاجه بتتعمل في العيد، وهناخد كل حاجه الناس او ستات البيوت بتحتاجها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ساره وفاطمه وحامد ما شاء الله عليهم كان في جزارين وعرفونا ازاي ننقي الذبيحه وازاي ان احنا نشوف الخروف الكويس وايه القطيات المناسبه لايه الوصفات اللي هنعملها والكلام ده كله. تسلم ايديهم، حلقاتهم كلها كانت جميله ما شاء الله. طيب لحد معرفه التقطيعات ولحد معرفه ازاي نختار الذبيحه كويس والكلام ده كله لحد كده تمام. من اول الذبح عندنا بقى، بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا بنبقى محتاجين بعد ما بنذبح نشوف هننظف الكرشه ازاي، هننظف الكوارع ازاي، هننظف المنبار ازاي، وصفاتهم بتبقى ايه، ايه اللي لازم يتعمل اول الذبيحه ما تتذبح، وايه اللي ممكن نشيله، ايه حتى لو فرزناه ايه اللي يتعمل قبل ايه علشان ما ينفعش ان هو يقعد مده كبيره في الفريزر. ده كله ان شاء الله هنلاقيه في الاسبوع عندنا. عندنا وصفات جديده ووصفات قديمه ووصفات تقليديه، ما ينفعش العيد يعدي من غيرها. باذن الله يكون اسبوع ما شاء الله عليه ينول رضاكم. طيب هنبدا بايه؟ عيد اضحى يعني فت، والفته ليها اساسيات. اساسيات الفته رز وصلصه وعيش. ده اساس الفته؟ اه ده اساس الفته. اساس الفته مش لحمه؟ لا اساس الفته مش لحمه، لان انا ممكن اعمل لحمه، ممكن اعمل موز، ممكن اعمل دلع، ممكن اعمل فته فراخ، ولادي ما بياكلوش لحمه بياكلوها وبياكلوا الفراخ، وعايزه ارضيهم وما يبقاش ان احنا بناكل وهم لا، هعمل لهم فته فراخ، وده اللي هنعمله النهارده. هنعمل ايه ان شاء الله؟ عندنا اربع انواع من الفته. عندنا باذن الله فته دلع ضاني، عندنا فته موز، عندنا فته فراخ، وعندنا الفته الرابعه وهي فته كباب الحله بطريقه مميزه. طيب قبل ما نبدا الاربعه دول ان شاء الله باذن الله هنبدا في اساس الفته. وقلنا اساس الفته رز وصلصه وعيش. تعالوا كده مع بعض نشوف رز الفته مختلف ايه عن الرز الابيض العادي اللي احنا بنعمله، وعلشان يديله طعم مميز وريحه كمان مميزه. رز ابيض عادي بس علشان نعمله للعيد ويبقى فيه ريحه مميزه بنحط له ثوم وخل. ثوم وخل في الرز؟ اه ثوم وخل في الرز، وجربوه مش هتندموا، وعملناه قبل كده مع بعض وطلع معانا في منتهى الجمال. طيب مقاديري ايه؟ يعتبر ملهاش مقدار، لان انت عايزه تعملي كيلو، عايزه تعملي اتنين زي ما انت عايزه. بس انا النهارده مستخدمه 5 كوبايات من الرز، معاهم سمنه، معاهم ثوم مفروم، ومعاهم خل. الخل لما يتحط على الثوم مش هيخليه يعجن؟ لا مش هيخليه يعجن. مقدار رز الفته موجود معانا على الشاشه بيقول ايه؟ ان انا معايا 5 كوبايات من الرز مغسول ومتصفي كويس، تمام؟ ومعايا معلقه كبيره من الثوم المفروم، معايا معلقتين كبار من الخل، ومعايا 6.5 ميه مغليه. انا مستخدمه 5 رز، حط عليهم 6.5، يعني كوبايه ونص زياده عن مقدار الرز عشان تطلع لي الرزايه طريه ومفلفله معايا. معايا ايه؟ سمنه وشويه زيت سندباد صغيرين، ومعايا كمان الملح طبعا اللي هنحطه. بس كده اهو حبه الزيت اللي حطيناهم مع السمنه عشان يدونا لمعه حلوه قوي للرز، ويدونا كمان فلفله جميله علشان الرز بتاعنا ما يبقاش ماسك في بعض. طيب حطينا ايه على النار؟ حطيت السمنه مع الزيت، وادي الثوم. انا طبعا مش عايزه الثوم ولا ياخد لون ولا اي حاجه خالص، انا يا دوب عايزاه يشم النار ويطلع لي الروايح بتاعته. مجرد ما خد كده اهو، بصوا كده، طشيت الثومه بمعلقتين الخل، وبعد كده اروح نازله بالرز كده. الخمس كوبايات مغسولين ومتصفيين كويس قوي، وابدا اقلب كده. طبعا عارفين كلنا ريحه الثوم لما بيتطش بالخل بيبقى عامل ازاي. اهم حاجه بقى الميه اللي هسقيها الرز او عقد الميه بتاع الرز يبقى سخن بتغلي. ليه؟ علشان ما تعضمليش الرزايه، وعشان ما ياخدش وقت في التسويه، وعشان الرزايه بتاعتي ما تبقاش محصوله. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا نونه؟ محصوله او معضمه او ناشفه، ده كلام كله عن الرزايه ان هي تبقى انا عايزاها طريه. عشان كده لو حطينا ميه من الحنفيه
كل ده هيحصل للرزايه والرزايه ما تبقاش حلوه. لكن لما نحط ميه مغليه نسقي بيها الرز هتخلي الرزايه بتاعتنا ناعمه وطريه وفي منتهى الجمال. حبه الخل اللي حطيناهم دول كمان هيخلي الرز بتاعنا ابيض شاهق. لما بنيجي كده نعمل رز ابيض حتى لو مش عاملينه للفته ومش حاطين له توم بنشوفه بره في المطاعم تحس ان لونه ابيض غريب كده غير ما احنا ما بنعمله في البيت. ليه بيعملوه كده او ليه بيبقى شكله كده؟ بسبب معلقه الخل اللي بيحطوها مع الميه بتاعت الرز علشان تخلي لونه فاتح قوي كده. حطينا ايه عشان حبايبنا اللي لسه متابعينا؟ حطينا معلقتين سمنه مع معلقتين زيت سندباد ونزلنا فيهم التوم يا دوب بس طلعنا روايح بتاعته ورحنا طشينه على طول بمعلقتين الخل. بعد ما طشيناهم رحنا منزلين عليهم الرز شوحناه شويه حطينا الملح بتاعه ونبدا نحط مقدار الميه. قلنا خمسه رز هنحط عليهم سته ونص ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله واحد ملوش تاني. تلاتة أربعة ادي خمسة واحنا ادي خمسة مقدار الرز وهنزود عليه كوباية ونص مقدار التسوية. كفاية ونقلبه كده. بقى عندي الرز بتاع الفته تمام وزي الفل. هغطي عليه مجرد ما يبدا يغلي هروح مهديه النار عليه خالص واسيبه يتشرب بقى براحته ويستوي ونشوفه لما يستوي هيبقى عامل ازاي. طيب كده خلصنا الرز. نيجي تاني اساس من اساسيات الفته وهو ايه؟ وهو الصلصه. بس قبل ما تسخن الحله بتاعتنا اصبح على نرمين واقول لها صباح الفل يا نرمين. وصلت نرمين. شكرا نرمين، حاولي تكلمينا مره تانية. طيب نيجي بقى للصلصه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الايام ديت القوطه رخيصه 3 ب10 و4 ب10. ال 3 ب10 تحسوا ان هي تفاحي شويه كده وزي الورد جامده، ممكن تشيلي منها حبه للسلطه ممكن تعملي منها الفته حلوه قوي. في بقى المستويه شويه بتبقى 4 ب10. ومحدش يقول لي الاسعار دي بتجيبيها منين؟ الاسعار دي في اسواق الخضار، مش لازم ان انا اروح للسوبر ماركت اللي في الحته الفلانيه او المكان الفلاني واقول له ازاي القطه عندك ال 3 ب10 ومش ال 4 ب10. لا، انزلوا الاسواق نفسها، بلاش السوبر ماركات الكبيرة علشان نجيب اللي احنا عايزينه. يا اما انزلوا سوق الجملة، مش ذنبي ان حضرتك ساكن في حتة بعيدة. يا اما ننزل سوق الجملة، سوق الجملة اللي في اكتوبر، سوق الجملة اللي في العبور، ايا كان اللي قريب ليكو، اتجمع انت واخواتك او اتجمعوا انتوا في البيت، روحوا هاتوا عديتين. يعني ايه عديتين؟ يعني قفص قوطة هاتوا منه عديتين وقسموهم على البيت، شيلوا تمن المواصلات قسموها مع بعضها. هي اللي بتقول تمن التاكسي معرفش كام، قسموا المواصلات على بعضكم او لو حد فيكم عنده عربيه يعملها لكم خدمه ويروح يجيب عديتين الطماطم وقسموا تمنهم على بعض ويبقى احسن في البيت. احسن ما اروح السوبر ماركت الكبير اشتريه كيلو ب 7 8 جنيه، لا بتتباع في السوق ال 3 كيلو ب 10 وال 4 كيلو ب 10. طيب تمام، جبنا مثلا 5 كيلو او 10 كيلو غسلناهم غسله حلوه وشلنا العنقود بتاعهم كده وقطعناهم اربعه او يا دوب بس حتى لو ما قطعناهمش اديناهم شقه بس من فوق كده وحطيناهم في حله كبيره وحطيناهم على النار من غير ولا اي ميه خالص لان هي كده كده هتنزل ميه. ووطينا النار ساعه ساعتين او ساعه او ساعه ونص هتلاقوا بدات تبك ميتها بدات تستوي خالص، نروح قافلين عليها ونسيبها تبرد. نجيب الخلاط نقشر القشر، هتلاقي القشر بتتشال بكل سهوله. ضربنا الطماطم صفيناها بقى عندنا صلصه. لو الايام دي عملتوا العمله دي كده هيبقى على العيد عندك الصلصه بتاعتك تسهل لك كل حاجه. اساسيات الفته معانا النهارده كمان الصلصه محتاجه ايه؟ 4 كيلو طماطم مسلوقين بالشكل ده واتقشروا واتضربوا في الخلاط. بصوا تحسوا ان هي اصلا متسبكه، هي مش محتاجه ان هي تتسبك تاني. علشان ايه؟ علشان سلقناها وقشرناها وصفيناها بالشكل ده ما فيهاش حتى البذره. لكن لما تيجي تعملي العمله دي لو هتعملي خلطه محشي سيبي البذر بتاعها ما فيهوش اي مشكله، لكن لو صلصه يفضل ان هي تتصفى عشان ما يبقاش معايا بذر. معايا ايه تاني؟ 3 روس توم كبار. انا عشان عاملاهم على ال 4 كيلو او لو هتعملي ازيد عندك الخير كله يا رب. عندي كوبايه خل وملح وفلفل اسود، دي صلصه الفته ما بعملهاش اي حاجه تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب عندي حله على النار هحط فيها شويه سمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده. وادي عندي الثوم. بسم الله.
ياخد برضو بقى اللون الحلو كده ويبدأ يطلع الروايح بتاعته ويتحمر جوه السمنة علشان بعد كده نطشه بالخل. وعندي الصلصة اهي زي ما قلت لكم، نجيبها ونغسلها ونحطها على النار تاخد غلوتين ثلاثة كده، وبعد كده نقشرها ونضربها. لو هتعمليها خلطة محشي وتشيليها ما تصفيهاش، لكن لو هتعمليها للفتة يفضل ان هي تتصفى عشان ما يبقاش فيها بذر. وبتبقى عندنا بالشكل ده، يا دوب عملنا الطشة اللي هي بالثوم والخل، طشينا بيها الطماطم كمان، خدت غلوتين على النار، تبلناها ملح وفلفل اسود، بقى عندنا فتة العيد جاهزة، صلصة العيد جاهزة معانا. كده يا دوب بس ان هو ياخد لون معانا. ادي الخل، انا ليا حاطه كوبايه خل عشان دول 4 كيلو من الطماطم. وليه عامله 4 كيلو النهارده؟ علشان انا هستخدمهم في كذا نوع فته، وعشان يبقى متشال معايا، لان وصفات الاسبوع كلها هنحتاج فيها صلصه فته، فتبقى جاهزه معانا. انت نفس النظام، قاعده مثلا 4-5 ايام في البيت في الاجازه بتاعت العيد، اعمليها كده قبل العيد، اعملي الصلصه وشيليها في حله او شيليها في اكياس في الفريزر، وتبقي معلماهم او حطاهم في شنطه لوحدهم علشان تبقي عارفه ان دي صلصه العيد معموله بخل وتوم. بصوا كده سنه كمان، واروح طشاه على طول بالخل وانزل بعدها بالطماطم. غلوتين ويبقى عندي الصلصه جاهزه. طيب على ما، طب اديني ثانيه واحده، على ما ده يتعمل عندي العيش بتاع الفته، ممكن برضو اعمله قبلها علشان اوفر على نفسي ان انا اقوم اول يوم ابدا اقطع العيش وابدا ان انا احمره والكلام ده كله، لا قبلها بيومين كده قبل الوقفه. كل سنه وانتم طيبين. ممكن نعمل العمله دي، عندي عيش اهو بلدي، وبلدي ما يبقاش شامي، الفته الاصليه بتاعت العيد بيبقى بلدي مش شامي. هنحطه في صاج، وهروح جايبه معلقتين سمنه، انا مش عايزه بس التوميه تتحرق مني. طيب ممكن نخلص اعمال الصلصه ونرجع للعيش. ادي التوميه اتحمرت، اعمل كده بسم الله، طشيت بالخل، واروح جايبه الطماطم بسم الله الرحمن الرحيم، نزليها كده. بصوا متصفيه وما شاء الله عليها زي الفل. بالشكل ده كده، واتبلها ملح وفلفل اسود، واسيبها تاخد لها غلوتين على النار. ولو انا هفرزها وهشيلها هسيبها لما تبرد خالص، وبعد كده اعبيها في اكياس واشيلها. حاضر، يبقى كده الصلصه هنغطي عليها، الرز بتاعنا على النار، العيش بتاعنا. قبل ما نطلع الفاصل هروح جايبه العيش كده في صاج، وادي السمنه، وراح عامله كده. عايزه احط مع السمنه دي معلقتين من الثوم يبقى حلو قوي. عايزه احط معلقتين ثوم في حبه زيت، وبعد كده اصفيهم عشان الثوم ما يتحرقش معايا في الفرن، واخد بس ريحه الثوم هيبقى حلو قوي. عايزه احمره بسمنه لوحدها كده، واجي ساعه تقديم الفته اروح حط عليه حبه ثوم من الطشه بتاعتنا زي ما انت عايز. كل ده هنعمله مع بعض النهارده، وهنشوف شكله عامل ازاي. كده حطينا السمنه على العيش، هحطه في الفرن يتحمص براحته، كل شويه اديله تقليبه لحد اخر الحلقه ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي. تعالوا بقى نطلع فاصل، ونرجع من الفاصل كده عملنا اساسيات الفته، عملنا الرز والصلصه والعيش، نرجع من الفاصل بقى نشوف انواع الفته بتاعتنا النهارده هنعملها بايه. شويه صغيرين وراجعين، اوعوا تروحوا في اي حته ومستنيكم. الفاصل، قبل ما نطلع الفاصل عشان حبايبنا اللي ما تابعوش من الاول، احنا عملنا ايه؟ عملنا الرز بتاع الفته او اساسيات الفته، رز وصلصه وعيش. حطينا على العيش سمنه وقلبناه كويس قوي مع بعضه. بصوا حطيناه في النار، تعالوا نديله تقليبه عشان بدا الوش بتاعه يتحمر اهو، ريحته طبعا في منتهى الجمال. قلت لكم عايزين نحط له توم مفروم ونحطه في شويه زيت مثلا، وبعد كده نصفيه ونحطه على السمنه علشان يبقى ريحته فيها توم، ماشي. مش عايزين تعملوا كده، انا عن نفسي ما بعملش كده في اوقات كتير، لما بكون عايزه اخلص بديله هي تحميره مع السمن كده، واسيبه في طبق واغطيه، اما بحطه في شنطه كويسه بيضه او اكياس الثلاجه اللي هي الكبيره، وبقفلها يبقى جاهزه حاجه العيد. باجي ساعه ما بعمل الفته اول يوم العيد بروح واخده من العيش، وبروح واخده حبه من الطشه بتاعه الفته،
وبروح مقلبها مع العيش. لما باجي ارص الفته اصلا انا بخلي العيش نفسه يبقى شارب من كله، يعني لما تيجوا تاكلوا معلقه الفته مش تاكلوا رز والعيش اللي تحت يا دوب متشرب بس بشوربه، لا انا بحط مع العيش وانا بقلبه معلقه من الصلصه بتاعت الفته، بحط معلقتين من الرز وبقلبهم الثلاثه مع بعض علشان يطروا بعض وياخدوا من طعم بعض، عشان لما تيجوا تاكلوا معلقه الفته تبقى الطعم ماشي في كله مع بعض، وده اللي هنعمله ان شاء الله مع بعض النهارده. طيب كده الفته اهي، الصلصه اهي معانا على النار بتاخد غلوتين، وادي الرز انا قلبته وهديت النار بتاعته خالص، بصوا شكله ولونه عامل ازاي، مجرد ما بيتشرب ببدا اعمل ايه زي ما احنا اتعودنا مع بعض، ما بقلبش بمعلقه، ببدا بشوكه كده علشان يطلع معايا ريحته. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله، وادي لونه اهو، عيد عيد صح؟ ده الرز بتاعنا ماشي معانا تمام. معايا ايه كمان؟ معايا العيش في الفرن، دي كده اساسيات الفته. طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل الفته بايه. هنعملها اول فته معانا هنعملها بضلع ضاني، وهنعمل فته الفريخ. تعالوا نعمل الضلع الضاني الاول، مش هنحتاج فيه اي حاجه، كل اللي محتاجه على النار كده اهو صينيه كبيره فيها حبه زيت سندباد، واحط معاه معلقتين من السمنه، والتوابل بتاعتنا ايه؟ ملح وفلفل اسود. هو ده كده الضلع خلص؟ اه ده كده الضلع خلص، مش محتاجه اي حاجه تاني، والله مش محتاجه اي حاجه تاني، مش بكتر التوابل، مش بكتر البهارات اللي بتتحط، الملح والفلفل الاسود مع اللحمه بتاعت الضاني بتاعت الضلع مع الدهون اللي فيه مع السمنه اللي انا حطيتها والزيت، وهيستوي في الفرن في ورق فويل، انا مش عايزه اي حاجه تاني. طيب انا كده اهو عندي الضلع، بصوا ما شاء الله زي الفل، عندي هنا سمنه وزيت، كل اللي هعمله راح املى كده بسم الله. ياخد صدمه من الناحيه دي وارجع ان اقلبه الناحيه الثانيه، ومجرد ما يتغير لونه كله اروح شايلاه من على النار متبلاه ملح وفلفل اسود وبس، واروح جايباه الفويل حطاه فيه مدياله تتبيله حلوه قوي، واروح قافلاه وحطاه في طبق وحطاه في صينيه او طاجن وحطاه في الفرن، هيسلق كل الدهون اللي فيه، هيستوي هيطلع معانا دايب وزي الفل، ونشوف بعد كده لما يستوي ونبدا نغرس فيه الشوكه تخش بكل سهوله، نروح شايلين الفويل من عليه عشان ياخد اللون الحلو اللي احنا عايزينه. كده خلص الضلع، والله خلص الضلع وطعمه هيطلع في منتهى الجمال. طيب فتت الضلع هنحتاج لها ايه؟ رز من اللي احنا عملناه مع الصلصه اللي احنا عملناها ومع حبه عيش، وبعد كده ايوه اللي احنا عاملينهم، وبعد كده هيتحطوا مع بعض ونشوف شكلهم لما يتقدموا. طيب هسيبه على النار ياخد الصدمه بتاعته لحد ما نشوف يتغير لونه ونشوف هنعمل ايه. عايزه اشيل الصلصه كده خلاص، نقفل على الصلصه ونشيلها بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى كده هنسيب الضلع ياخد اللون بتاعه الحلو والصدمه بتاعته وينزل الدهون بتاعته دي كده، وبعد كده نروح لافين بالفويل وحط الفرن زي ما قلنا. الرز استوى والصلصه استوت، رفعناهم على جنب لحد ما نيجي بعد كده نبدا نقدم الفته بتاعتنا. طيب دلوقتي خلصنا اساسيات الفت، ونطلع العيش بسم الله ما شاء الله عليه هو كمان، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا خد وقت ما خد وقت معانا وريحته ما شاء الله عليه، بصوا يبقى كده اساسيات الفته او اساسيات اي طبق فته في الدنيا، هتعمليها موز، هتعمليها لحمه، هتعمليها ضاني، هتعمليها فراخ، دي الاساسيات اللي هي بتاعتنا. تعالوا بقى نشيله هو كمان كده ورا لحد ما نبدا نيجي نقدم اطباقنا. طيب تعالوا بقى دلوقتي نعمل فته الفراخ. الفته هنستخدم فته الفراخ هنستخدم لها هو الرز، هنستخدم لها هي الصلصه، هو العيش. طيب الفراخ نفسها ليها تكنيك معين؟ اه ليها تكنيك معين، انا عايزه اكل فرخه مع الفته طعم مختلف، مش ان انا باكل فرخه وخلاص، ما اكيد مش هعمل الفته واروح محمره الفراخ وارجع اقول انا كده عملت فته فراخ، لا انا مش عايزه كده، انا عايزه ادام هعمل الحاجه اديها حقها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مسكت الفراخ بتاعتي غسلتها كويس قوي من جوه ومن بره، ورحت مكتفاها التكتيفه الحلوه دي. انا بصراحه حاجه بتضايقني لما بلاقي فرخه محطوطه ورجليها معموله كده، لا كده بتبقى احسن ومديه شكل كمان احلى. طيب هي كده مسلوقه؟ لا هي كده مش مسلوقه، هي كده واخده صدمه ميه سخنه،
يعني ايه صدمه ميه سخنه؟ يعني انا حطيت حله على النار بعد ما غسلت الفراخ بتاعتنا كويس قوي، حطيت حله على النار ورحت حاطه فيها ميه مغليه ولورا وحبهان وطماطم وملح ورشه فلفل اسود بسيطه، سبتهم وهم بيغلوا، وكانت الفراخ عندي اتغسلت ورحت مربطاها بالشكل ده ورحت مسقطه الفراخ في الميه المغليه لمده 10 دقائق، 10 دقايق ورحت مطلعاهم بالشكل ده. طب هما كده ما استووش، انا عارفه ان هما ما استووش لان هما هيتعمل لهم تتبيله حلوه قوي وهيكملوا تسويتهم في الفرن جوه الكيس الحراري علشان يطلعوا لنا بشكل مختلف تماما. طيب فتت الفراخ هنحتاج لها رز فته، كوبايتين صلصه فته، عيش فته، معايا فرختين الواحده كيلو ونص، ممكن تزودي ممكن تقللي على حسب اللي انت عايزاه، معايا كمان بصلتين مفرومين ناعم، فلفل حار مفروم ناعم ممكن نبدله بفلفل رومي، ثلاث طماطمات مبشورين وملح وفلفل اسود. دي المقادير بتاعتنا، هنعمل لها طشه زي ما بنعمل للفته بالظبط، بس ده الكلام ده بقى بعد ما تطلع من الفرن بشكلها الجميل كده. الطشه بتاعتنا عباره عن ثوم وسمنه وخل، قطشت اي فته عليه. طيب تعالوا كده نبدا بسم الله، نجيب بوله كبيره حلوه كده ابدا اتبل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، هنحط البصل ونديله تتبيله، مش تتبيله، تتبيله يعني ان انا ادبل البصلايه علشان هتبل بيها الفراخ بعد كده وهنشوف هتتعمل ازاي. طبعا صلصه الفته عندنا والكلام ده كله جاهز عندنا. بسم الله، ادي البصل علشان ادبلها، يبقى ادي رشه الملح وادي رشه الفلفل الاسود، ولازم نقلب الضلع بتاعنا علشان نشوف اخباره ايه. بحاول احافظ والله على قد ما اقدر. كده حطينا البصل مع الملح والفلفل، تعالوا بقى ندبل البصلايه بالشكل ده كده علشان تنزل كل الميه اللي فيها وتبدا ان هي تطرى معايا كده. بعد ما تدبل بالشكل ده انزل عليها الفلفل الحامي وانزل عليها الطماطم المبشوره وابدا اعمل كده وابدا احط التتبيله دي على الفراخ بتاعتنا. تعالوا بقى نتبل، احنا حطينا الملح والفلفل علشان ادبل البصلايه، لكن انا دلوقتي بتبل التتبيله بتاعتي دي، ادي الملح وادي الفلفل كده اهو، وابدا بعد كده اخد الفرخه بتاعتي. طب احشيهم واحطهم في الكيس الحراري ممكن؟ بصوا التتبيله دي علشان انا عايزه الفرخه من جوه تشرب من اللي انا عاملاه بالشكل ده كده اهو، ومن جوه ومن بره ومن كل حته. ادي التانيه، ليه بحشيها؟ علشان عايزه لحم الفرخه من جوه نفسه ياخد من البصل والطماطم والفلفل اللي احنا عاملينهم. عايزه تحط عليهم بقى عصره ليمون، يا سلام يا سلام، هتبقى في منتهى الجمال كده من كل ناحيه. طيب اللي فاضل من التتبيله ده هيترمي؟ لا طبعا مش هيترمي، انا دلوقتي هفتح الاكياس الحراريه بتاعتنا واحط كل فرخه في كيس حراري ومعاها حبه من التتبيله اللي فاضله ديت، تمام، واروح حطاهم، ده اللي هيحصل في الفاصل، واروح حطاهم في صينيه واحطهم في الفرن. اللي هيحصل بنفس النظام في الفاصل، الضلع بتاعنا كده تمام، هحطه في ورق فويل وترجعوا لي ندخله الفرن مع بعض. يبقى ايه اللي هيحصل في الفاصل؟ فراخنا في الكيس الحراري، الفويل بتاعنا، الضلع بتاعنا في الفويل، ترجعوا لي ندخلهم الفرن مع بعض، واوعوا تروحوا في اي حته ومستنيكم. رجعنا بقى من الفاصل، اللي حصل قلت لكم عليه قبل ما نطلع الفاصل هو اللي حصل، اللي هو ايه؟ ان انا حطيت الفراخ بتاعتنا في الاكياس الحراريه
بالشكل ده كده، ورحت مغرزه الاكياس بباقي التتبيله بالشكل ده، غرست الاكياس عشان افتحها وتطلع هوا علشان ما تفرقعش مننا جوه الفرن، وهسيبها في الفرن نشوف لما تستوي يتغير لونها، وابدا ان انا اشيل بعد كده الاكياس من عليها عشان تاخد اللون الحلو اللي احنا عايزينه. طيب ادي الفراخ. الفرن الثاني عندنا ايه؟ عندنا الضلع بتاعنا بعد ما خد الصدمه الحلوه بتاعته وروايحه كلها طلعت جميله بتاعتنا دي، عشاق الضاني هم اللي هيفهموا انا بتكلم عن ايه. رحنا شايلينه بعد كده، بدا ان هو يسلى، رحنا شايلينه متبلينه ملح وفلفل اسود، وحطيته في ورق فويل، طبقتين ورق فويل، وقفلته زي الجراب كده، وحطيته في صاج وحطيته في الفرن على اعلى درجه. ياخد بقى وقت معانا ساعه ساعتين على حسب تسويه اللي انت عايزاها، عايزاها دايبه خالص ومهريه براحتك. بعد كده بتفتحي الفويل بالراحه، غرست الشوكه ولقيتيه دايب خالص معاكي كده، بتبداي تفتحي الفويل عشان ياخد اللون الحلو اللي انت عايزاه، وصحتين وعافيه على قلبك يا رب. طيب ده كده نوعين فته عندنا في الفرن. طب النوعين الفته التانيين هنعمل كباب الحل، عاملينه باللحمه الموزه، الموزه دي بتبقى عباره عامله زي شبيهه بالعرق كده، وبتتقطع شرايح بالشكل ده، بنسلقها ثلاث ارباع سلقه كده. طيب الفته الرابعه بتاعتنا اللي هي ايه؟ فته الموز الضاني. في فرق بين اللحمه الموزه وفي فرق بين الموز الضاني. الموز الضاني اللي هي دي، لكن اللحمه الموزه اللي انا لسه موريها لكم اللي احنا مقطعينها شرايح دي. طيب عندي ايه على النار؟ انا عندي هنبدا بالحل باللحمه اللي هي الكباب الحله بتاعنا، اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم كباب حله العيد. ايه الفرق بينه وبين الكباب الحله التاني؟ الكباب الحله التاني بتبقى قطع لحمه صغيره اي نوع انت عايزاه، بنتبله ملح وفلفل اسود بس، ما بتحطلوش اي توابل تانيه، مع كميه بصل اكتر من قيمه اللحمه. يعني ايه اكتر من قيمه اللحمه؟ يعني انا لو عامله كيلو لحمه باخد عليهم 2 كيلو بصل. ده اللي انا عاملاه النهارده، بس انا طبعا النهارده مزوده حاجات عشان تبقى مختلفه عن كباب الحله العادي. مزوده ايه في كباب حله العيد؟ عندي كيلو ونص لحمه موزه شرايح مسلوقه ثلاث ارباع سلقه، معايا ثلاث معالق كبار من اللي هي الضاني. عايزينها بقى حاجه كده مخدومه، حاجه كده تحسسنا فعلا بالعيد. اللي ما بيحبش اللي هي ممكن يشيلها ما فيهاش اي مشكله. معايا 2 كيلو بصل مفروم ومتحمر. يعني ايه متحمر؟ يعني ان انا حطاه اهو على النار بالشكل ده علشان بياخد وقت، فانت لو عندك مفرزاه متحمر يبقى حلو قوي. عندي زيت سندباد، عندي سمنه، عندي جوزة الطيب وملح وفلفل اسود. حته ان جوزة الطيب ديت تتحط مع لحمه يبقى انا ضمنت ان صنف اللحمه ده حاجه عالميه، والناس اللي عندها شك فيها ممكن تحط رشه بسيطه مش لازم تكتر. طيب انا عندي ايه دلوقتي على النار؟ حطيت حبه سمنه وحطيت البصل علشان يستوي براحته. هاجي الناحيه الثانيه هروح حاطه ايه؟ هروح حاطه طاسه واروح حاطه فيها شويه زيت سندباد. ليه؟ علشان افك اللية. يعني ايه تفك اللية؟ يعني ادوب اللية كده واخد الخلاصه بتاعتها. يعني ايه؟ يعني اللية ما ينفعش ان انت تفكيها ولا في سمنه ولا في زبده. فك اللية علشان تنزل لك الدهون بتاعتها لازم تتفك بزيت. علشان كده حاطين على النار حبه زيت سندباد وهفك فيهم اللية، وبعد كده اضيفهم للبصلايه بتاعتنا. طيب دي حاجه علشان احنا بنحمر البصلايه عشان ما تاخدش معايا وقت، لكن انت عندك في البيت مش هتعملي كده. هتعملي ايه؟ هتمسكي حبه الزيت تروحي مسيحه فيهم الليه علشان تفك وتدوب خالص، وبعد ما تسيح الليه معاكي هتروحي حاطه عليهم البصل، يعني البصل هيتحمر في الزيت اللي هينزل منه الليه. تمام كده؟ لكن انا دلوقتي بعمل البصل لوحده علشان ما ياخدش معايا وقت، علشان وقت الهواء بتاعنا. بالشكل ده الزيت هنا عندنا اهو. نبدأ نفك اللية بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده. ومجرد ما تفك وتنزل الدهون بتاعتها خالص هروح ضيفها على البصل. لكن انتوا في البيت هتفك معاكم براحتها وبعدين تروح حاطين عليها البصل وياخد وقته براحته. لكن انا عشان اختصارا للوقت عملت الحركة دي. بصوا مجرد ما فكينا اللية كده اهي. ونزلت كل اللي فيها، بدات ان هي بصوا تتحمر وتدي حتت كده مقرمشه. في ناس بتعشق على فكره الحاجات دي وهي محمره كده، ولو كنت بتصفيها الدهنة تبقى مقرمشه بقى كده ويحطوها في سندوتش، يعني ربنا يديهم الصحه يا رب. بالشكل ده كده، واروح شايلاها على طول نازله بيها على البصلايه. اختصارا للوقت انا عملت كده، لكن عندكم هتفكوا الليه بشويه الزيت بتوع سندباد وبعد كده تحمروا فيهم البصلايه عادي. طيب كده البصلايه اهي اتحمرت، وبصوا لونها بقى جميل ازاي.
مش متحمره اللي هي تحميره الكشري، لكن انا عايزاها بالشكل ده كده. طيب عندي اللحمه مسلوقه، وعندي جوز الطيب، وعندي ثوم. اروح منزله الثوم، وطبعا الثوم مش هينزل مع البصلايه في اول ما تتحمر علشان ما يتحرقش معانا. لا انا خلاص هو ده مستوى التحمير اللي انا عايزاه للبصلايه، فعشان كده رحت ضايفه الثوم في الوقت ده بالشكل ده كده. اتبل بقى ملح وفلفل اسود، وادي جوز الطيب، مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي بالشكل ده. واروح نازله باللحمه اللي انا سلقاها تلات ارباع سلقه، وابدا ان انا اقلب شويه، وادي شقشاء ميه صغير. يعني ايه شقشاء ميه صغير؟ يعني مقام نص كوبايه او كوبايه. خدت الغلوه، بدات ان اللحمه بتاعتها اللحمه بتاعتنا تبدا مع البصلايه تنزل صوص كده، وتبقى تحس ان البصل بدا ان هو يدوب شويه. لقيت اللحمه لسه ما استوتش التسويه اللي انت عايزاها، ممكن تحط لها شقشاء ميه تاني او شويه ميه كمان بالشكل ده كده. احط لها شويه ميه سخنين واغطي عليها واسيبها تشتغل مع نفسها. بسم الله الرحمن الرحيم، مقام كوباية كده. واسيبها بقى على النار. كل دوت اللي احنا حطيناه، الحاجات الجميلة اللي هي والبصل واللحمة والثوم وجوز الطيب، كل ده يشتغل كده مع نفسه، ونغطيها واصبح على سمر واقول لها صباح الفل يا سمر. يا خسارة يا سمر، حاولي تكلمينا مرة تانية. طيب عندنا ضلع في الفرن، عندنا فراخ، عندنا لحمه، ناقص ايه؟ ناقص الموز، موزتين ضاني، ثلاثة أربعة على حسب ما انت عايزه. بنسلقها، بس قبل ما بسلقها بمسكها اغسلها كويس جدا، واروح ماسكه حله على النار، حاطه فيها من قبل فيها اي حاجه، ماسكه حله على النار اسخنها قوي، واروح منزل فيها الموز اديها صدمه. ايه لازمه الصدمه دي؟ انا مش عايزاها تبك دم ولا تبك زفاره ولا الكلام ده كله، مع اني متاكده ان هي مغسوله كويس قوي، بس انا برضو لازم اديها الصدمه دي عشان اقفل المسام بتاعتها كلها. اديتها الصدمه من كل النواحي، وبعد كده اتغير لونها، رحت شايلاها من الحله بتاعتها، وبعد كده رحت عامله عشان اسلقها، رحت حاطه حله فيها ميه نظيفه وتكون سخنه، لورا، حبهان، حطيت مكعبين مرقه بصراحه، وحطيت كمان طماطمايه وجزرايه متقطعين اربعه. غليت الميه كويس قوي، رحت ساقطه فيها الموز اللي احنا كنا مدينها صدمه. تستوي براحتها خالص، عايزه تاخد غلوه وبعدين توطي خالص النار وتسيبيها على النار براحتها زي ما انت عايزه، مستعجله عليها ممكن ترفعي النار عليها. بتستوي خالص معانا، وبنيجي بعد كده بجيب ايه علشان احس فعلا ان انا مخليه فتت الموز ليها حاجه مميزه او ليها حاجه معينه. هنعملها بايه؟ هحتاج لفته الموزه، رز فته، كوبايه صلصه فته، عيش فته، موزتين ضاني مسلوقين، معلقه كبيره من اللي هي الضاني المفرومه، ما بتحبهاش ما فيهاش اي مشكله ممكن ما نحطهاش، معلقه كبيره ثوم مفروم، سمنه، ومعلقتين كبار من زيت السندباد، تمام؟ والطشه طبعا هنعملها لها في الاخر اللي هي ثوم وسمنه وخل. عندي طاسه على النار او عندي حاجه غويطه كده هحط فيها سمنه. بسم الله الرحمن الرحيم، لا قبل ما احط السمنه هنحط شويه زيت سندباد علشان افك الليه اللي انا هقلب فيها الموز بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي حبه زيت سندباد يسخنوا معانا، وابدا افك فيهم الليه بتاعتنا عشان قلنا ان الليه تتفك في زيت مش في سمنه. اللحمه بتاعتنا ماشيه تمام وزي الفل. طيب كده اهو الزيت اتقدح معايا، انزل كده تبدا تفك، اروح مديها معلقه من السمنه، مش عايزه اديها معلقه من السمنه ما فيهاش اي مشكله، بس انا مش عايزه الليه بتاعتنا تتحرق. بالشكل ده كده. عندي ايه؟ عندي ثوم، حد هيقول لي كل ده ثوم وثوم في الفته وثوم في الطشه وثوم في اللحوم نفسها، هو العيد كده.
هو العيد الكبير او عيد الاضحى هو كده توم ودهون زياده وحاجه كده يعني ما شاء الله. طبعا اصحاب الدايت يمتنعون عن اللي احنا بنعمله ده خالص. بصوا كده حطينا اللي هي فكت خالص اهي مع حبه الزيت وبعد كده حطيت لها معلقه سمنه. عايزه ايه دلوقتي؟ عايزه امسك المصين الجمال بتوعنا دول واديهم بقى تسويحه حلوه مع اللي انا عملته ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده. طيب حد هيقول لي مثلا هو انا ما ينفعش اعملها في الفرن؟ هقول لكم على حاجه بامانه كده، لما بتتعمل في الفرن بتنشف، اللحم بتاعها بيجلد، فانا عندي حاجه من الاثنين، يا اما ان انا اعملها كده واقدمها على طول ساعه الاكل على صينيه الفته او على طاجن الفته وهيبقى طعمها حلو في منتهى الجمال، يا اما انا حاضر عيوني الاثنين، يا اما انا لو عايزه ان هي تاخد اللون بتاع الفرن ممكن اعملها بالشكل ده واروح مولعه الشوايه واحطها يا دوب تاخد اللون وابقى متابعاها الفها الناحيه الثانيه تاخد اللون واروح مطلعاها على طول، عشان لما اجي اكلها واخده اللون اه ومقرمشه سنه بسيطه من بره لكن من جوه طريه خالص ودايبه. هطلع فاصل، هرجع من الفاصل نبص بصه اللي هي على الفراخ قبل ما نطلع. تمام ماشيه تمام وزي الفل. عندنا الناحيه الثانيه الضلع محطوط، اللحمه على النار، الموز على النار، هنقلبها بس كده. نرجع بقى نشوف الفته بتاعتنا، نبدا نغرف الصواني بتاعت الفته ونشوف هنعمل ايه. شويه صغيرين وراجعين، ماما وتروحوا في اي حته ومستنيكم. رجعت من الفاصل، عملت ايه في الفاصل؟ عملت حاجات كتير قوي. اولها ايه؟ اولها ان انا جبت الصواني بتاعتنا كده ما شاء الله عليها ورحت حاطه في الارضيه عيش، ورحت على كل طبقه عيش رحت صبه كبشه او كبشتين من صلصه الطماطم زي ما هعمل كده دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت العيش كده في الارضيه ورحت عامله كده. ليه؟ اقول لكم ليه. ناس كتير بتحب ان هي تسقي العيش بشوربه، بلاش صدقوني بلاش. ليه بلاش؟ علشان على ما بتنزل السخونيه بتاعت الرز مع الصلصه والكلام ده كله بتلاقوا بعد كده العيش دوت اكنه طري، ما بتحسوش ان في اصلا عيش موجود. تمام. لكن لما نعمله كده ونسقيه بالصلصه، الصلصه هتطريه اه وهتطعمه تطعيمه حلوه لكن مش هتطريه ان هو يبقى بايش. فاهمين قصدي ايه؟ فعلشان كده بقول ان احنا نطريه بالصلصه بلاش نطريه بالشوربه، ايا كان نوع الفته اللي احنا عاملينه نطري العيش بالصلصه بلاش نطري بالشوربه علشان العيش ما يبقاش بايش معانا وما نبقاش حاسين ان فيه بطعم مش حلو، اكننا مش حاسين ان فيه عيش، لا كله معلقه واحده الرز مدي زي العيش وكده. لكن لما يسقي بالصلصه هتيجوا تاكلوا المعلقه تلاقوا العيش فيه سنه قرمشه متطعم بالصلصه، هيبقى مدي تطعيمه حلوه قوي. تروحوا مدخلين كده كده شويه شويه على الرز تلاقوا طعم مختلف خالص بياخدكم في حته تانية. الموضوع مش موضوع، سوري في الكلمه اللي هقولها، مش موضوع مال وبطن وبس. انا ما بملاش بطني عشان ان انا اشبع وان انا احس ان انا مش مهبط وان انا احس ان انا مش جعان. انا بالنسبه لي كانونه يعني ما عنديش الحته دي خالص، ان ما كنتش اللقمه اللي هحطها في بقي تمزجني وفعلا تستاهل ان هي تنزل معدتي ما باكلهاش. فعشان كده بقول ان احنا نعمل الاكل ونخدمه كويس قوي علشان يستحق ان هو ينزل جسمنا بالشكل ده كده. تعالوا بقى كده هنا، بسم الله ما شاء الله. ده هنحط عليه الفرختين، احنا فتحت عليهم في الفاصل، فتحت عليهم الاكياس الحراريه علشان ياخدوا اللون اللي احنا عايزينه، وفي نفس الوقت الضلع الناحيه الثانيه برضو فتحت عليه الفويل علشان ياخد اللون اللي احنا عايزينه. طيب تعالوا بقى كده، كل صينيه من دول عملناها نفس النظام، حطيت في الارضيه العيش، رحت حاطة عليه كبشه او كبشتين من صلصه الطماطم عشان يطرب يبقى طعمه في منتهى الجمال، ورحت حاطه الرز من فوق. حته التقديم دي بترجع لك انت، عندك قالب مدور، عندك قالب مستطيل، عندك لا مش انت
عندك قالب زي التشيز كيك، عندك قالب مفتوح من النص، ايا كان الشكل اللي انت عايزاه اعملي فيه الفته. عايزه تحطي طبقه رز من تحت وبعدين طبقه عيش متقلبه بمعلقه صلصه تحطيها في النص عشان تبقى مديه اللون البني بتاع العيش مع اللون الصلصه بتاع الاحمر كده في النص، وبعدين تحطي طبقه عيش ثانيه وتقلبي القالب وبعد كده تحطي اللحمه من فوق وعليها شكل الصلصه. اختيارك انت، خلي العيد بتاعك مختلف، خلي الاطباق لما تتقدم حتى لو ما عندكيش ضيوف لولادك ولجوزك، ليكي انت، سيبك من ولادك وجوزك كمان، انت اهم. لما تبقي قاعده كده الصبح بتفطري او بتتغدي والفته قدامك شكلها حلو، هتبقي حاسه بمتعه حلوه قوي ونفسيتك مرتاحه جدا وانت بتاكلي. فرحوا نفسكم بنفسكم، ما تحطوش فرحتكم وسعادتكم في ايد اي حد. حد هيقول لي، حد هيقول لي هي السعاده في الاكل وشكل الاكل؟ اه طبعا، انا لما بكون عامله طبق حلو وشكله حلو ببقى مبسوطه من نفسي وببقى سعيده. وبمناسبه السعاده نكلم مدام حميده ونقول لها صباح الفل يا مدام حميده. الو الو، صباح الفل. صباحك صباح مدام نونا، ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله، كل سنه وانت سالمه وينعاد عليكي وعلى امك محمد بالخير يا رب. اللهم امين عليكي وعلى حضرتك وعلى كل الامه، وعلى اهلي بسوريا وعلى اهلي بتركيا وعليكم وعلى مصر وعلى كل العالم يا رب. اللهم امين، اللهم امين. ازاي حضرتك؟ بعيد زوجي وبعيدك انت واولادك وزوجك حبيبتي. تسلمي، وانا كتير كتير بحبك وانا حبيبتي. متابعينك حبيبتي فوق دماغي حبيبتي، والاكل والطبخ وكله كله كله غير شكل حبيبتي، ما تحرمش منك يا رب. تسلمي لي وتسلمي لزوجك. الله يسلمك حبيبتي، تسلمي لي، نورتيني. شكرا لك وشكرا لكادر البرنامج كلياته. حبيبتي ما تحرمش منك، نورتينا باتصالك وكل سنه وانت بألف خير. شكرا لك، شكرا. تسلمي لي حبيبتي، نورتيني، مع الف سلامه في حفظ الله. بصوا كده البهاريز اللي نزلت من الـ من الـ من الموز اللي هي بقى الليه والكلام ده كله حطيناه كده. تعالوا بقى كده ده اول طبق معانا، الفتة بالموزة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده، بسم الله. طيب الناحية التانية، تعالوا نشوف ايه اللي جهز معانا علشان نقدمه. انا شايفة ان اللحمة معايا، شايفة ان اللحمة معايا كده تمام، ممكن نقدم اللحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحة جوز الطيب مش قادرة أقول لكم، وريحة اللية فظيعة قد إيه، يعني صحتين وعافية. أه ده حقيقة. صحتين وعافية على قلب اللي هياكلها يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. كحاجة مختلفة يعني، بدل اللحمة اللي بنقدمها على طول مسلوقة، لا يبقى قدمناها بشكل مختلف. واللي عايز بقى ويحب بقى ياخد من العيش المحمص اللي معمول ده ويغمس بقى الصوص بتاعها كده بالبصل، ياه صحتين وعافية. وبرده نفس النظام نحط ادي الصلصه بتاعت الفته. طبعا الفتات بتاعتنا دي كلها اللي احنا عاملينها لازم في الاخر خالص هيتعمل لها الطشه الحلوه الجميله. تعالوا بقى نصب الفته الصلصه كده. عندي الفلفل الاسود هنا، بقى عندي كمان فتة كباب الحلة. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا كده نصبح على جهاد واحنا بنبص على الضلع بتاعنا اللي في الفرن اخباره ايه. صباح الفل يا جهاد، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي، انت اخبارك ايه؟ كويسه الحمد لله يا رب دايما. بصي انا بعمل الرز بتاع الفتة بس بيعجن معايا. بتعمليه بيعجن معاكي؟ طيب مقدار الميه يا ماما، ادام معجن معاكي يبقى مقدار الميه ما بيبقاش مظبوط يا جهاد. ماشي ماشي، اظبطي مقدار الميه. اعملي بالكوبايه، ادام انت لسه بتدخلي المطبخ جديد، اعملي بالكوبايه 5 كوبايات رز مثلا عليهم كوبايه ونص زياده.
لو هتعملي 3 كوبايات برضو عليهم كوبايه ونص زياده، زودي كوبايه ونص على قد المقدار، يعني 3 كوبايات رز هتحطي قصادهم 3 ميه، كده بقى الرز قصاد الميه، تروحي مزوده كوبايه ونص كمان، يعني 3 رز عليهم 4.5 ميه، هيطلع معاكي زي الفل ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف الجريمه اللي قدامنا دي كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بصوا ما فيهاش كلام، يعني بصوا مش قادره اقول لكم، يعني انا بنهار بالروايح اللي قدامي دي، وانا اصلا واحده من عشاق الضاني ومن عشاق ثانيه واحده اصب الصلصه دي. دي الفته اللي هي بالضلع الضاني، تعالوا بقى نصب الفته الصلصه بتاعتها قبل ما نطلع الفاصل. اللهم انك صايم يا جمل. حاضر. طب يعني انا يعني ثانيه واحده بس، يعني انا ده كده يختلوني. يعني انا افرح الزمالك وازعل مني فريقي؟ تهزروا. بصوا كده، ادي الفته بتاعتنا اللي بالضلع الضاني. كل انواع الفته دي هيتعمل لها طشه اللي هي بالخل والثوم. طيب نطلع فاصل ونرجع نكون طلعنا الفراخ كمان بتاعتنا، ونعمل طشه واحده مره واحده كده ندي للفته بتاعتنا كلها. اوعوا تروحوا بعد الفاصل في اي حته، مستنيكم. فاصل زي ما حضراتكم شايفين كده، سفره بسم الله ما شاء الله، عندكم يا رب الخير كله. طلعنا الفراخ، بس عايزه اقول لكم على حاجه، الفراخ بتاعتنا لسه ما استوتش طبعا، بس كان لازم اطلعها عشان انا ملتزمه بوقت هوا، تمام؟ فانتوا عندكم سووها براحتكم، والضلع برده نفس النظام، كان عايز تسويه شويه عشان يبقى دايب معايا خالص. يبقى احنا عملنا ايه؟ عملنا فته موزه، عملنا فته لحمه كباب حله او كباب بحله العيد، عملنا فته بالضلع، وعملنا فته بالفراخ للي ما بيحبش اللحمه، وعملنا الصلصه، وعملنا الرز، وعملنا العيش. فاضل ايه؟ فاضل اللي يظبط الكلام ده كله هو ايه؟ وهي الطشه الجميله اللي بنعملها بالخل والثوم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا طاسه على النار فيها سمنه بالشكل ده، ننزل فيها الثوم، يا دوب ياخد بس لون كده ما يتحمرش غامق عشان ما يبقاش ممرر معايا، واروح طشاه بالخل على طول. ومجرد ما طش بالخل همشيه كده مره واحده على كل انواع الفته اللي قدامي. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم ونالت رضاكم، اتمنى اكون افدتكم ولو ب1% من المعلومات اللي انتوا عايزينها او من الحاجات اللي انتوا عايزينها. بكره بقى عندنا ايه؟ بكره عندنا قنبله من القنابل، وهي ايه؟ تعالوا بس نطش الخل الاول وبعدين نتكلم عن بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. فته من غير طشه زي الرز اللي من غير لبن. ده بالنسبه لي يعني. بكره عندنا ايه بقى؟ بكره عندنا حلقه باذن الله باذن الله باذن الله تفيدكم جدا. عندنا ايه بكره؟ عندنا الكوارع. طيب ايه اللي هتعملي في الكوارع؟ بكره هعمل تنظيف الكوارع بابسط الطرق وبالمكونات اللي موجوده عندنا في البيت، وتطلع معانا زي الفل. يبقى بكره هننظف مع بعض الكوارع، هنشوف نشتري ايه الكارع المناسب لينا، وهنشوف اسعاره، وهنشوف تسويته، وهنشوف طرق عمايله، وهنشوف كمان حاجه مختلفه واول مره نعملها في برنامجنا. جات لي اخليها مفاجاه فعلا.
طيب ماشي، عندنا بكره مفاجأة مهمة جدا 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 للناس اللي عندها صلع مبكر، للناس اللي شعرها خفيف، للناس اللي عندها تقصف في شعرها، للناس اللي عندها هيشان، أي حاجة أو أي مشكلة خاصة بالشعر بكره هنعملها من ضمن حاجة بنطلعها من الأكل اللي هنعمله بكره. خليها مفاجأة زي أي ما قالت كده، مع إني كنت عايزة أقول لها طب إيه؟ لا لساني لساني بياكلني. لا اقول ولا ما اقولش؟ طيب اقول. طيب بكره عندنا نوعين من حمام الكريم، حمام الكريم بالنخاع بنشتريه بره باسعار عالميه وباسعار خياليه وما بيديناش النتيجه المطلوبه. بكره هنعمل ايه؟ هنطلع النخاع وهنعمل منه كريم، حمام كريم للشعر الدهني وحمام كريم للشعر الجافي. طب حد هيسالني هو النخاع دوت اللي بيطلع من الكوارع؟ لا، اوعوا حد يقنعكوا ان النخاع اللي بيتعمل للشعر او بيتحط في حمام الكريم هو اللي بيطلع من الكوارع. امال ده النخاع دوت بنجيبه من ايه؟ هنعرف بقى في حلقه بكره. تابعوني، اوعوا تنسوا ميعادنا الساعه 10 الصبح، بيتجدد لقائنا دايما في البلدي وكان على بي ان سي. واللي فاتوا حاجه من حلقه الفته بتاعتنا النهارده يقدر يتابعنا الساعه 9:15 مساء. اسيبكم في حفظ الله، بكره واقول لكم السلام عليكم.